زيزو زين الدين زيدان، لكن الفرق لا ليس كبير على ان يصنف زيدان مع مارادونا وبيلي. مش ممكن. خليني نحكي، خليني نعبر، خليني نريح ونرتاح. مش ممكن يا زيدان، نهائي كأس العالم والدقائق الأولى وصفر صفر وتضرب الكورة بهذه الطريقة ومع من؟ مع جالويجي بوفون. كم أنت كبير يا ابن الصحراء يا زيد الدين زيدان. يا سلام، برافو، والله والله أعلق وأفضل، والله أعلق. شوف والله أعلق وأفضل. الاوتوغراف عاد اعتياد من لاعب الاثنين زين الدين زيدان، بالفعل اسطوره، وزيدان يدخل التاريخ. زيدان ممتازه حتى بالركبه، يحضر حتى بالركبه يعطي هدف. ما هذه الراحه، ما هذه قوه الشخصيه. زيدان يلعب دقيقه، كانوا في كرنفال، كانها ليست نهايه كاس العالم. ما هذا يا زيدان، جميله جدا، كورة مراوغة روعة. ويا سلام، يا الله يا الله، ما الذي يحدث أمامنا؟ زيدان يسدد، قلت لك دور البطولة. والله لما ارفع رجله ذكرني بهدف السحر التاريخي في مرمى باير ليفركوزن في الهامبتون بارك في الكلاسيكو. يا حظك يا فرنسا، حتى الطليان صفقوا، حتى الألمان تفاعلوا، والفرنسيين تفاعلوا. عودة زيدان، فرنسا لا تساوي شيء، لا تساوي شيء، لا تساوي شيء بدون زيدان. ألفين وستة، المشهد الأخير، مشهد الختام، لحظة الاختتام، كيف ستكون يا أحلى عنوان من 20 سنة؟ زين الدين زيدان. وكان محضر، وكان محضر زين الدين زيدان. وأنا كنت أتحدث على أنه أول لاعب فرنسي أقصي في تاريخ كأس العالم. حياتي يا بيت تنتهي في كرة محضر.